السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم رح نتكلم عن طريقة زراعة الجرجير. إن نبات الجرجير من الخضروات الورقية مثل الخس، وهو عشب حولي ينمو في التربة الرطبة، ويساعد الجرجير على تقوية الذاكرة وتعزيز قدرة المخ على الاستيعاب وحفظ المعلومات. ويحتوي الجرجير على بعض الفيتامينات الهامة، منها فيتامين B16 وغيرها، التي تحافظ على الصحة العامة لجسم الإنسان. وهو ذات أوراق غير منتظمة طرية يتميز الجرجير بنكهته اللذيذة التي تعزز نكهة أي طبق يضاف إليه، ولا سيما السلطات. أما بالنسبة لطريقة الزراعة، يمكننا زراعتها في الأرض مباشرة، ويمكننا زراعتها في أي وعاء كبير نحتاجه. نحتاج إلى أي وعاء يحوي أسفله ثقوب من أجل تهوية التربة ومنع تلف وتعفن الجذور. ونحتاج إلى تربة من حديقة المنزل، يفضل خلطها بسماد إن وجد. بعدها نأخذ البذور ونضعها بشكل متباعد، ونأخذ القليل من التراب ونضعه بمسافة لا تتجاوز 2 سنتي. يجب علينا عدم تغطية البذور بكميات كبيرة من التراب، لأنها تؤدي إلى تلف البذور المراد زراعتها. أما بالنسبة لأوقات زراعة الجرجير، يزرع الجرجير في المواسم الباردة نسبيا أو في فصل الربيع، حتى يتم حصاده في بدايات فصل الصيف، أو تتم زراعته في نهاية فصل الصيف وتم حصاده في فصل الخريف. وعلى الرغم من حاجة الجرجير للشمس، إلا أنه يجب وضعه في الظل في فترات ما بعد الظهر، ويفضل تعريضه للشمس عندما تكون درجة الحرارة باردة، كما يعد المناخ ذو درجات الحرارة المعتدلة مناخ مثالي لزراعة الجرجير، كما يمكن زراعته في بعض أنواع في بداية فصل الخريف. أما بالنسبة لري الجرجير، يحتاج الجرجير للري حسب معايير، منها مواعيد الري. يجب ري الجرجير بانتظام وعلى نحو متكرر، ويجب ريه مرة واحدة على الأقل أسبوعيا. أما بالنسبة للطريقة، يمكن رش نبات الجرجير بالماء من الأعلى عند ريه، أو في حال زراعته في أصيص كما هو في هذا الفيديو، يمكننا رشه بالماء من الأعلى أو ريه يدويا باستخدام وعاء أو خرطوم. يجب تغطية الجرجير بقطعة من البلاستيك من أجل حفاظ درجة حرارة مثلى له. وبعد مرور 7 أيام على زراعته والري، يكون لدينا بهذا الشكل. يمكننا في هذه المرحلة إضافة بعض من السماد، أو يمكننا أيضا رش مبيدات حشرية إن كان هنالك أي آفات تهدد هذه النباتات الصغيرة. ولا ننسى أيضا الجرجير من الخضار الورقية التي يمكن زراعتها في الأرض مباشر، لكن ينبغي توفير بعض الخصائص في التربة حتى تكون مناسبة لزراعة الجرجير وحتى ينتج منها محصول جيد. ويجب علينا اختيار تربة جيدة التصريف، لأن الجرجير ينمو بها أفضل من التربة المغلقة. ويجب أن تكون التربة رطبة وغنية بالمواد العضوية. وبعد مرور 14 يوم من زراعته، يصبح لدينا شكل الجرجير على هذا النحو. يتم البدء بحصاد نبات الجرجير عندما تبدأ الأوراق بالنمو على شتلات، ويتم الحصاد من خلال قطف الأوراق عن النباتات، كما يجب تجنب سحب النبات كاملا. للحصول على الأوراق مستمرة من النبات، يجب أن تتذوق الأوراق عندما تكون صغيرة فذلك أفضل، ويمكن أن تكون الأوراق القديمة أكثر صلابة وسيكون لها المزيد من اللدغة، إذ يمكن البدء بالحصاد عندما يصل عمر النباتات إلى 2 أسبوع تقريبا، ويفضل قطف الأوراق وهي صغيرة حتى تكون طرية ولها نكهة لاذعة، ويفضل قطف الأوراق وحدها. هناك الكثير من أنواع الجرجير، لكن النوع الأنسب للزراعة المنزلية والأفضل والينصح به هو الجرجير المدرج، وجرجير الحديقة، وجرجير الإيطالي، وجرجير سيليفيتا. وبعد مرور شهر من زراعة الجرجير، يصبح شكل الجرجير كما هو موضح في هذا الفيديو، ويمكننا الآن حصاده واستخدامه في أي طبق نريد، لما يحويه من فوائد عديدة تساعدنا على حماية البشرة من الشيخوخة وتنظيم مستوى السكر، ويساعد في تحسين عملية الهضم، وينظم ضغط الدم، ويساعد على نمو العضلات، وهنالك الكثير والكثير من الفوائد لهذه النبتة. وأخيرا لا تنسى اللايك والاشتراك والمتابعة ليصلك منا كل جديد، ودعما لنا على جهودنا. وكان معكم المزارع الصغير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.